أهلا وسهلا، مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية في قناة فرونسي افيك زينب. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك سابوني وأيضا تفعيل الجرس ليصلكم كل درس جديد أقوم بتنزيله. وإذا أعجبكم هذا الدرس أن تشاركوه مع أصدقائكم لتعم الفائدة. هيا لنبدأ هذا الدرس. إذا في هذا الدرس سنرى بعض أسماء الحيوانات باللغة الفرنسية. Dans cette leçon, on va voir quelques noms d'animaux en français. Donc, il y a différents types d'animaux. Les animaux sauvages. Les animaux sauvages. الحيوانات البرية. Les animaux domestiques. Les animaux domestiques. الحيوانات الأليفة أو التي تعيش مع الإنسان. Les animaux de la ferme. Les animaux de la ferme. الحيوانات التي تعيش في بعض المزارع مثلا. إذا سنرى الحيوانات البرية أو les animaux sauvages. Les animaux sauvages. Sauvage تعني بري أو مثلا متوحش. الحيوانات التي لا تعيش مع الإنسان والتي تعيش في الغابة. Les animaux sauvages. Ils ne sont pas en contact avec l'homme. Ils vivent dans la nature. C'est la vie sauvage. مثلا نسمع الحياة البرية. La vie sauvage. الحياة البرية. إذا لنعيد القراءة. Ils ne sont pas en contact avec l'homme. Ils vivent dans la nature. Donc, ils ne sont pas en contact avec l'homme. تعني أنهم لا يعيشون مع ولا يحتكون بالإنسان. Ils vivent dans la nature. يعني يعيشون في الغابة أو في الطبيعة. الفيل. Un éléphant. Un éléphant. Un éléphant. التمساح. Un crocodile. Un crocodile. Un crocodile. الزرافة. Une girafe. Une girafe. Une girafe. الكنغر. Un kangourou. Un kangourou. Gourou. Un kangourou. Un kangourou. Un kangourou. L'Assad. Un lion. Un lion. Un lion. أظن أن هذا الحيوان سهل جدا. الباندا. لا يتغير نطقه بالفرنسية فنقول Un panda. Un panda. L'orca. Une orque. Une orque. Une orque. En mettant un coup, la baleine ou une baleine. Une baleine. En mettant une orque. Une orque. Adoub. Un ours. Un ours. Un ours. 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 Un ours. At-ta'lab. Un renard. Un renard. Un renard. La nontek harf D fi akhir kalimat renard. Un renard. An-namir. Un tigre. Un tigre. Un tigre. لقد قرأنا في الدرس السابق وتعرفنا على كيف يمكننا نطق la lettre T en français. Donc je vais laisser la leçon dans la barre d'infos. سأترك لكم الدرس في خانة الوصف. الحمار الوحشي. Un zèbre. Un zèbre. Un zèbre. مثلا نقول زبرة أو الحمار الوحشي فنقول un zèbre.
زابخ. الآن لنرى القسم الثاني من الحيوانات، les animaux domestiques. les animaux domestiques، domestique فهي التي تعيش مع الإنسان في البيت. إذن ils vivent avec l'homme، ils vivent avec l'homme فهي تعني تعيش مع الإنسان. parfois à la maison، parfois à la maison يعني بعض الأحيان في البيت. Ce sont des animaux de compagnie. يعني مثلا نقول les animaux domestiques أو les animaux de compagnie. الحيوانات المرافقة أو الحيوانات التي تعيش في البيت. Les animaux domestiques. Les animaux domestiques. Ou bien on dit les animaux de compagnie. Les animaux de compagnie. القط. un chat بدون نطق لا لتر ت في آخر كلمة شا. un chat. الكلب. un chien على حسب نوع الكلب، لكن في على العموم نقول الكلب هو le chien. un chien. الهامستر. un hamster. الببغاء. un perroquet. إذا لاحظتم la lettre e قبل حرفين دو كونسون دوبل فهي تنطق ب اي. بيروكي. ان بيروكي. السمكة. ان بواسون. السلحفات. اون تورتو. كما لاحظتم لا لتر تي تنطق على شكلين، تي بحرف الطاء والتاء. الآن لنرى القسم الثالث من الحيوانات، لي زانيمو دو لا فيرم. لي زانيمو دو لا فيرم، الحيوانات التي تكون في المزرعة. إذن لو فيرميي اي لا بيرسون كي سوكوب دي زانيمو de la ferme et de leurs produits. إذن المزارع هو الشخص الذي يهتم بالحيوانات، حيوانات المزرعة ومنتوجات بعض من هذه الحيوانات. les animaux de la ferme. les animaux de la ferme هي الحيوانات التي تعيش في المزرعة. الحمار. أنان. رغم أن هناك une accent circonflexe l'accent chapeau فوق الحرف أ فلم يتغير نطق الحرف أ. أن فيتنطق أن، وهو الحمار باللغة العربية. البط. un canard. لا ننطق الحرف د في آخر كلمة canard. un canard. الحصان. un cheval. c plus h la lettre c plus h تنطق ش ش على كالحرف شين في اللغة العربية، فنقول un cheval. الخنزير. un cochon. الديك. un coq. un coq.
كما تلاحظون فالصوت ك يأتي على أشكال مختلفة مثل حرف سي والحرف ك. ان كوك ان كوك. الأرنب ان لابان ان لابان ان لابان ان لابان. الخروف ان موتون ان موتون ان موتون موتون موتون. الدجاجة اون بول اون بول اون بول اون بول. البقرة اون فاش اون فاش اون فاش اون فاش.